بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، أطلق مكتب اليونيسف في لبنان حملة للقضاء على العنف بعنوان بدي ربيك بلا عنف، في حضور كل من وزير الشؤون الاجتماعية والنائب المنتخب بيير بوعاصي، ممثلة مكتب اليونيسف في لبنان تانيا شابوزا، إلى كوكبة عن قطاع حماية الطفل وشركاء وجهات مانحة رئيسية، بما في ذلك وفد من الاتحاد الأوروبي وسفارات كل من المملكة المتحدة وكندا والدنمارك وأعلاميين. بعد كلمة ترحيب وتعريف جرى عرض أفلام وثائقية ترجمت كيفية تربية الأطفال وسط التأديب العنيف. ممثلة مكتب اليونيسف في لبنان تانيا شابوزا أكدت في كلمتها أن إنهاء العنف ضد الأطفال هو مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات، فكل طفل له الحق في النمو بأمان من كل أذى، ولهذا السبب ينبغي لكل من الأسر والمدارس والمجتمعات المحلية استخدام أساليب التربية الإيجابية والانخراط بقدر أكبر من الإيجابية في حياة الأطفال. Majority of us use violence against our children despite knowing that it is harmful. When we look at the numbers, 7 out of 10 people know that it is wrong to hit a child, but 6 out of 10 will still do it. In other words, if we here in this room, the 100 or so people here, really represent everybody living in this country, more than 60% of us in this room use violence against our children or against children. And this is it. We're no different. We're no different than the rest of the world. We aren't more enlightened necessarily. It's everybody. Violence does take a toll, a huge toll, on our children and society. When young children experience or witness violence, their brain development becomes impaired. Violence holds back children at school. They cannot learn as well. ولفتت أيضا إلى أن اليونيسف لا تستطيع لوحدها القيام بذلك، فهي تعمل مع 4 وزارات وجهات مانحة وعدد من جمعيات حماية الأطفال لتصحيح هذه الممارسة الخاطئة بحقهم. Girls and boys who experience violence can face acute and long-term health conditions. Violence only begets violence. As acting violently, as young people who experience violence are more likely to become future victims and act violently towards others. Violence against children carries serious economic and social costs, both in terms of lost potential of a generation and reduced productivity. Violence leaves children with physical scars, scars that are not visible to the eye, psychological scars. There are several factors that resort us, and I use the word us, I'm going to make it a bit personal because it isn't about them, it's about us. The resort that drive us to resort to violence with our children, and even towards our spouses and community members. Violence is caused by a number of factors that we all can very easily associate with, stress, بدوره شدد الوزير والنائب المنتخب بيير بوعاصي على استراتيجية الوزارة القاضية بتعزيز حماية الطفل في لبنان بما يتناسب مع اتفاقية حقوق الطفل. التربية حاجة، التربية هي ننقل لأولادنا كيف تصرف بالمجتمع أولا، ثانيا كيف يتعلموا، يعني مش قصة بس يعد ويقرأ ويكتب، هودي كتير مهمين، بس بده يبلش بالأول يتواصل مع المجتمع بشكل أفقي وعمودي. عمودي أهله، الأساتذة بالمدرسة اللي معونه لي، والأفقي إخواته، رفاقه، الناس اللي بيتلاقى فيهم كل يوم. في تربية، في نقل معرفة، مثل كل الأسباس، شو بسموه ما بعرف، يلي الأم بتعلم الأولاد كيف يتصيدوا، كيف يأكلوا، كيف يحموا حالهم، كيف يلطوا من الشتاء إذا صار عليهم عاصفة اللي معونه لي. وعند الإنسان طبعا أكثر وأكثر وأكثر. مقابل ذلك شملت عملية إطلاق الحملة حلقة نقاش أدارتها منظمة اليونيسف وكل من الوزارات الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والصحة العامة والعدل. مسؤولة حماية الطفل في منظمة اليونيسف زمن علي حسن أكدت لتيلي لوميير
أنه لا نستطيع أن نغض النظر عن مسألة العنف المرتكبة بحق الطفل، وعلينا مسؤولية جماعية تقضي بالنمو الصحي السليم للأطفال. الحل الأهل معنا إياه، الحل عندهم هن، لأنه هي بيطلب منهم جهد زيادة، بيطلب منهم صبر زيادة، بيطلب منهم يتعلموا زيادة. نحن كبشر فينا نخطئ، نحن بدنا نضلنا نتعلم لنطور نفسنا ونطور نفسنا كأهلينا كرمال أولادنا. فالعم نطلب منهم نحن للأهل أنه يعملوا هيدي الخطوة الزيادة، يروحوا يسألوا يتعلموا، يفوتوا لعنا كمان على الفيسبوك بيج تبعول يونيسف اللي حنكون عم نحط وسائل جديدة ليقدروا هن يتعلموها كيف يربوا بطريقة إيجابية أكتر أولادهم. كمان في عنا كتير برامج عن التربية الإيجابية موجودة بمعظم مراكز شؤون الخدمات الاجتماعية مع وزارة الشؤون الاجتماعية، بمعظم الجمعيات المحلية بقلب لبنان، يعني هن فين يروحوا يتعلموا ويأخذوا هيدي الخدمة بقلب إن كان مراكز خدمات الاجتماعية أو بقلب جمعيات الشركة. ولفتت زمن علي حسن إلى أن منظمة اليونيسف ستطلق قريباً حملات إضافية من أجل حماية المرأة والطفل من العنف، وذلك بالشراكة أيضاً مع وزارة الشؤون الاجتماعية. وتجدر الإشارة إلى أن منظمة اليونيسف تعمل في بعض من أصعب الأماكن في العالم من أجل الوصول إلى الأطفال أكثر حرماناً، بحيث تعمل في 190 بلداً وأقليماً من أجل خدمة جميع الأطفال أينما كانوا لبناء عالم أفضل للجميع.